البوليس هلا بينا. جابر فوق بس انت وهو، خلينا نشوف ايه الحكاية. مين اللي ضربه؟ سمعته بيقول جابر. جابر جري على فين؟ من هنا يا فندم. عباس وراهم. جابر استنى عندك. جابر؟ جابر مين يا بيه؟ أنا ما أعرفش حد بالاسم ده. راكب معاك العربية، أنا شايفه بعينيا. والله العظيم ما شفت حد خالص. مفيش داعي للإنكار، الإنكار مش في صالحك. استغفر الله العظيم يا رب. لا يا شيخ. في أصل دم في العربية يا فندم. يبقى راح فين؟ ما قدرتش، غصب عني يا عادل، غصب عني، غصب عني. Thank you.
رايح فين؟ رايح فين؟ فكر نفسه مين؟ جابر فين غندورة؟ قتل. هو طبعا هيفكر يجيلك، عشان كده انا جاي احذرك، لازم تبلغي عنه اول ما يوصل. ابلغ؟ انا عارف انه هيكون موقف صعب، لكن ما تنسيش دلوقتي انه بقى قاتل. قاتل؟ هي دي الحقيقة. اعتقد ان كلامي واضح، عن اذنك. كان عايز منك الراجل ده. جابر قتل يا عصفور. طب انا عارف. عارف؟ اه. مين قالك؟ جابر. جابر؟ هو فين؟ هو فين؟ جابر اهو. جابر. البوليس كان هنا بيسأل عليك. عارف. ايه ده؟ انت مجروح؟ تعال. عاجبك نفسك دلوقتي؟ المرة دي انجرحت، المرة الجاية مين عارف هيحصل لك ايه؟ مهما حصل افتكري دايما انك انت الست الوحيدة اللي مالت قلبي وحياتي بعد مراتي ما ماتت. وايه الفايدة؟ ايه فايدة الكلام ده دلوقتي وانت رايح للموت وسيبني اموت موت بطيء؟ كل واحد فينا له طريق مرسوم ماشيين فيه من غير ما نعرف نهايته ايه. جابر هو اللي بيقول كده؟ جابر اللي حياته كلها كانت ضحكه طويله ما بتبطلش ابدا. خطفوا الضحكه برصاصه غدر وسابوا لي الالم اعيشه كل لحظه. كنا نعيشه سوا لحد ما ينتهي. في الم ما ينتهيش ابدا، وعلشان نطفيه لازم نمشي في النار. النار بتحرق. الألم ساعات بيحرق أكتر. يعني خلاص مفيش فايدة؟ كل حاجة لازم تنتهي الليلة. يبقى انتهيت أنا كمان. افتكري دايما إني كنت ضحية. هفتكر دايما إنك كنت عنيد. أنا مش عنيد. صوت عادل بيناديني. صوت الموت. الموت ارحم اللي انا فيه. انت نزفت كتير، لازم حد يخرج لك الرصاصه. غريب. غريب؟ انا جاي معاك. خليكي، اكيد البوليس هيرجع تاني. عصفور. ايوه. طب عصفور يجي معاك. نعم. ما تسيبوش عصفور. جابر خير؟ ماله عصفور؟ متعوره قوي، وست غندوره قالت ما تسيبوش. ها؟ طب تعال.
تعال وزع يا انت اهو وزع 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 اتفضل يا استجابه اتفضل على الاقل من يا دكتور استريح استريح على مهلك استريح يا دكتور غريب ما تصحى والنبي يا دكتور ما تصحى النار في ايه؟ دي عملية مستعجلة لسي جابر سيدك مين؟ جابر اهو هناك اهو ما تقوم باقي ما وصلكش يا دكتور سي جابر ده غالي عندنا قوي اهلا سي جابر وريني رصاص طب قوم يا اخويا قوم قوم اقلع هدومك قوم اقلع ونام عندك على حظك البنج خلص النهارده لكن ولا يهمك بسيطه ان شاء الله لكن دي مش بسيطه لكن برضه ولا يهمك انت متاكد ان الرصاصه لفيته في المليان ده انا شايفه بعناية حلو يبقى اخرته قربت فعلا حسنين انت عباس تدوروا عليه في المجاورين وانا مصطفى هنروح تلال زينهم ونتقابل هنا كمان ساعتين واللي يلاقيه يخلص عليه يلا والله العظيم يا بيه ما اعرف لهم حته تاني إن ما اتكلمتش هتبقى شريك في الجريمة، ودي مش واحدة، دول اتنين. يا بيه معرفش يا بيه، ما دلتكم على كل حتة أعرفها، عاوزين مني إيه بس أكتر من كده؟ كده؟ طيب. خدوا من الحجز. حضرة يا فندم. وأنتوا دوروا عليه في كل حتة، هاتولي من تحت الأرض. حضرة يا فندم. مش معقول هيكون راح فين؟ أنت متأكد إنه انصاب؟ أيوة يا فندم، اللوري كان فيه آثار دم. جهز لي عربية مطاردة. يا اسمها إيه البنت بتاعته؟ غندورة يا فندم. احنا لسه جايين من عندها مش موجوده هناك طب انا عايز اشوفها تعالى معايا نروح لها حاضر غندورة في ايه تاني ممكن اتكلم معاكي كلمتين اتفضل خليك هنا اتفضل افندم طبعا لو سالتك عن مكان جابر هتقولي لي مش عارفه مش كده على كل حال انا مش جاي لك عشان كده انا جيت لك عشان عاوز اتكلم معاك يا غندوره يا غندوره سلوكك ده مش في مصلحتك ولا في مصلحته هو جابر قتل مره لكن لو سلم نفسه دلوقتي في احتمال كبير جدا انه يفلت من حبل المشتاق لان كان له ظروف لكن لو قتل تاني وتاني وتاني يبقى جابر ضاع ومحدش ابدا هيقدر ينقذه يا غندوره جابر دلوقتي زي الديب الجريح هيحطم كل اللي قدامه لحد ما يحطم نفسه لو عاوزه تنقذيه يا غندوره لو بتحبيه اتكلمي قولي هو فين معرفش
كل حال فكري، ولو حبيتي انا حكون في الاسم يا غندوره. برضه ما اتكلمتش؟ مش مهم، خلي الرجاله يتداروا، بيتهيألي انها هتخرج دلوقتي. انا مستنيك في العربيه. حاضر. تعرف ايام ما كنت بشتغل في الحكومه مرت عليا حاله زي حالتك دي. كان ضابط بوليس ايامها، كنت لسه متخرج جديد. كان هيروح فيها، لكن طلعت له الرصاصه وعاش، وتمر الايام وهو بنفسه اللي يقبض عليا بعد ما قتلت مراتي. كانت حلوه، كنت بحبها، وكانت بتخني مع السواق. اثبت يا جابر. قتلتها وقتلته، حكموا عليا بالتأبيد وهربت. اثبت يا جابر. وديني زي ما انت شايف، عايش ومش عايش، جيراني كتير، اكلم حد منهم؟ ابدا، عشان كلهم اموات، حتى انا بقيت اموات.